مرحبا بكم متابعينا على مواقع التواصل الاجتماعي في أهم الأخبار في دقيقة. في أخبارنا السياسية، وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش يقول إن الإمارات قطعت عهدا بأن تكمل ما جاءت من أجله في اليمن، وهو عودة الدولة والاستقرار وطرد ميليشيا الحوثي. السلطات الروسية تعلن أنها تمكنت من تحديد أكثر من 1400 مشتبه بالتورط في أنشطة إرهابية خلال 2017. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن أنه يرى في اقتصاد كوريا الشمالية إمكانات رائعة باستمرار للهجته الإيجابية حول قمة مقررة مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون. مسؤولون في بكين يعلنون أن الرئيس الإيراني حسن روحاني سيحضر قمة مع نظيريه الصيني والروسي الشهر المقبل في إطار مساعي إنقاذ الاتفاق النووي الذي بات مهددا بالانهيار عقب انسحاب واشنطن منه. في أخبارنا المنوعة، وزارة الدفاع الوطنية الكندية تطور مشروعاً سيتم من خلاله تطوير نظام رادار كمياً جديد يمكن أن يحد من قدرة الطائرات والمركبات العسكرية الشبحية على التخفي بقدر كاف في المستقبل. نيمار مهاجم منتخب البرازيل لكرة القدم يصرح أنه ليس جاهزاً 100% بعد الجراحة التي خضع لها لمعالجة كسر في مشط القدم، لكنه أكد في الوقت ذاته جهوزيته للعب في كأس العالم.